السلام عليكم مرة أخرى. دابا تتمت ليكزرسيس الثالث والبارتي الرابعة فيه الدياغرام. الدياغرام هو أسهل مرحلة، إلا استطعت دوز جميع المراحل بسلاسة راه غادي توصل الدياغرام، ما تلقى ما عندك حتى شي صعوبة. الدياغرام كنجيو كنديرو الإسقاط ديال لي زيفور اللي عندنا هنا، عندنا الإف كنديرو الإسقاط ديالها، الإسقاط ديال الإر بي، الإسقاط ديال الإر أ، الإسقاط ديال إف دو، وما بين أول فورس وآخر فورس كنكونوا دايرين النهايه ديال هذا المعلم اللي غادي نكونوا اذا غادي نخدموا فيه. غنبداو البدايه والنهايه. بالنسبه للتو دي اكس دائما متجه نحو الاعلى البوزيتيف ديالو ونحو الاسفل كيبقى النيجاتيف ديالو. ملي كنا جينا وحسبنا في المجال 0 3.5 لقينا بان تي دو اكس في الزيرو ملي درنا بحال اللي كنقولوا ملي كنهضروا في الرياضه كنقولوا صوره صفر يعني الاف ديال زيرو، هنا كنحسبوا تي ديال زيرو. تي ديال زيرو عطاتنا ناقص 22 ناقص 21.22. اذا هذه هي البدايه ديالنا. مشينا للصوره ديال 3.5 في المجال الاول. في المجال الاول عطاتنا ناقص 38.72 كيلو نيوتن. دائما شوفوا غير المجال الاول والصور اللي عطينا. في المجال الثاني غادي نبداو اصلا نيت من هاد القيمه، من هاد ليفور عاوتاني، من هاد المسافه اللي هي 3.5، ولكن اللي كنلاحظوا انه ماشي كانت تتمت عاد النقطه، اذا زادت نزلات لينا عاد بدات. حتى الا شفتوا في المجال الثاني وشفتوا شحال خرج لينا تي ديال 3.5 غتلقاه مختلف على تي 3.5 في المجال الاول. اذا هذا الاختلاف ماشي مهم وماشي مشكل في الديسان ديالنا ديال تي دو اكس، ما يخلعكم والو. خرج لينا ناقص 58.72، اذا هبطنا حتى ناقص 58.72. في الار بي وصلنا للار بي يعني المجال الثاني اللي ولات عندنا ما بين 3.5 و 4.5 خرجت لينا في الصوره ديال 3 في الصوره ديال 4.5 خرجت لينا ناقص 63.72. هذا في المجال الثاني. اذا غنسالينا هنايا في المجال الثاني، ننتقلوا للمجال الثالث. المجال الثالث اللي كيبدا من هنا لهنا، المجال الثالث اللي هو ما بين 4.5 حتى 6.7. لقينا في 3 غادي ترجعوا غير للتي دي، لقينا التي دي تي ديال 4.5 خرج لينا 81 كيلو نيوتن. اذا عوضنا 81 كيلو نيوتن، ولكن مشينا في نفس هذه المنحه لانه بجوجهم الصوره التي ديالها النهائيه ديال هذه في هذا المجال. الى عقلتوا كنتوا كديروا الاتصال في الرياضيات كنا كنقولوا على يمين الرقم وعلى يسار الرقم، هذه على يسار الرقم في المجال اللي قبل منه، هذه على يمين الرقم في المجال اللي من بعد منه، وماشي نفس العدد. هادشي اللي وقع علينا في هذه الحاله وصافي. النهايه راه كتكون نهايه واحده اللي هي خرجت لينا 70 كيلو نيوتن. بالنسبه لمومو، لمومو كناخذوا البوزيتيف دائما نحو الاسفل والنيجاتيف نحو الاعلى، هذه خصكم تكونوا عارفينها وتاكدوا منها. بون ملي درنا لمومو في لي سيسون ديال الزيرو لقيناه خرج لينا الزيرو، هادشي اللي كنت لمحت لكم عليه، والنهايه هي خاصها تخرج زيرو. وثاني حاجه اللي نبغي نركز عليها ان النهايه ديال اي مومو في واحد المجال هي نفس العدد في البدايه ديال المجال الاخر. الا خرج لك الديفيرونس في مومو خرج لك بحال كما درنا في تي دو اكس هكا، عرف ان راه عندك غلط. خاص يكون نفس الشكل، هذيك النقطه تكون هي بدايه تاع المجال الاخر، هذاك العدد اللي خرج لك في النهايه ديال ذاك المجال يكون هو نفسه البدايه تاع المجال الاخر وتنطلق. الا شفنا مثلا ديال 3.5 في المجال الاول لقيناها خرجت لينا ناقص 104.895، في المجال الثاني راه هي كانت نفسها البدايه ديال هذاك المجال وخرجت لينا بنفس يعني نفس النتيجه اللي هي ناقص 104.895. ومن هنا انتقلنا لنهايه هذاك المجال الثاني اللي هي بدايه المجال الاخر، وهنا راه بقى تعبير عددي متسناه وكتعرفوا اين هي اقصى اللي غتكتبوا الاولى وفين هي اللي غادي تكتبوا الثانيه ما دمنا هنا في الناقص. وهنا راه كنهضروا في الموجب، وهذا هو الدياغرام ديالنا. واي واحد يحاول عاوتاني كريتي هاد يتريتي هاد التمرين هذا ويخرجوا، ولا كان شي مشاكل في الفهم ولا شي حاجه يبعث لينا في الصفحه ديالنا على الفيسبوك ويقول لنا التخراج ديالو، يحاول يصوروا لنا بواحد الكاليتي مزيانه باش نشوفوا حتى حنايا ونعرفوا لي فوت اللي كديروا. والله المستعان يا اخوان.